عمري يا موطن عزتي وفخري. اسمي حسين عبد الرحيم علي عمر، مصري. وصلت الإمارات هنا سنة 2005 وبدأت عملي الوظيفي كمحاسب، لأن أنا خريج كلية التجارة وإدارة الأعمال عام 1998. بدأت عملي في عام 2005 كموظف محاسب، وتركت الشركة في نهاية 2007، وكنت مدير للحسابات ومدير مالي للشركة عندما تركتها. وبدأت عملي الخاص ده في نهاية 2007. استطعت ان انا ادخل خلال 3 سنين مبلغ من المال، هو اللي مكنني يعني من ان انا ابتدي افتح البزنس الخاص بي. الفكرة جاتني بان التطور العمراني اللي حاصل في الامارات العربية المتحدة مخلي ان كل فيلا وكل قصر وكل بناية فيها حوض سباحة، واصبح ده مش من رفاهية، يعني اصبح انه حاجة معتادة انها تتعمل في 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 كل بناية وفي كل تاور وفي كل فيلا. فجاتني الفكرة ان اعمل الشركة دي. كان في شركات سبقانة طبعا في المجال ده، بس كانت الشركات قليلة برضو، من 15 سنة، ما كانتش بحجم الشركات الموجودة حاليا. من هنا جاتني الفكرة دي وبدأت البزنس دي، وبدأت أطور فيه ونطور نفسنا فيه لحد ما وصلنا إن شاء الله الحمد لله رب العالمين للاسم والمكان اللي احنا فيها دلوقتي. يعني احنا بنعتمد في شغلنا على البريتش ستاندر، يعني المواصفات البريطانية في أحواض السباحة. أحواض السباحة أصلا بتنقسم إلى 3 أقسام، يعني منها في حوض سباحة يسمى بالسكيمر بول، وده اللي بتكون فيه غالبا المياه تحت مستوى حافة المسبح يعني. وفي نوع تاني بيسموه الأوفر فلو، ده اللي بيكون فيه مستوى المية بيطفو على المسبح. ونوع تالت اسمه انفينيتي بول، اللي هو المية بتطفو وتنزل كمان على جدار المسبح كده بفيو معين، بيكون فيه جلسات حوالين المسبح يعني. هو مجال طبعا متقدم ومتطور جدا، لدرجة ان في كمان احواض سباحة للخيول واحواض سباحة للجمال، ونفذنا برضو احواض سباحة للخيول والجمال، مواصفات عالمية يعني. نفذنا العديد من المشاريع في كل إمارات الدولة، يعني من أبوظبي، دبي، الشارقة، الفجيرة، رأس الخيمة، أم القوين، كل الإمارات، في العين كمان نفذنا مشاريع. لكن من أكبر المشاريع اللي نفذناها كان حوض سباحة للجمال في مزرعة في السويحان من مزارع التابعة لرئيس الدولة. مشروع كان كبير، وحوض سباحة كان طوله 50 متر وبعمق 4 أمتار، وكان عبارة عن رامب بينزل منه الجمل ويسبح ويطلع من الناحية الثانية. احنا بنستلم المشروع من بدايته لنهايته، يعني from A to Z. طبعا عندنا اكثر من منظومة للعزل، يعني الكونكريت اللي احنا بنشتغل بيه، الخرسانة اللي بنشتغل بيها دي عبارة عن مواد عازلة برضه، بتكون مضاف لها مواد عازلة عشان تمنع تسرب المياه. يعني بنشتغل بسيستم معروف اسمه الجان ماشين او الشوت كريت، يعني احنا بنضخ الخرسانة على جدار المسبح وارضيته بحاجة كده زي المسدس، بضغط قوي جدا عشان يقلل اي مسام تكون بين حبيبات الخرسانة وبعضها، وبنصبها في مرة واحدة الجدران والأرضيات في نفس الوقت، فبنمنع
تسرب المياه تقريبا، ما بيكونش فيها اي جوينت فبيمنع تسرب المياه. بعد كده في اكتر من طريقه تانية كمان، منظومه تانية للعزل زي طبقات الممبرين دي بتكون فوق الخرسانه، وبنعمل كمان حاجه اسمها السيمنتيشن ووتر بروف، ده العزل الرئيسي لحوض السباحه يعني. اه طبعا احنا بنتعامل مع شركة ايطالية، بناخد منها كل معداتنا، لان حوض السباحة بينقسم الى جزء سيفل مدني وفي جزء تاني الكتروميكانيكال اللي هي دورة الفلترة وتعقيم حوض السباحة. وطبعا في اكتر من حاجة للتعقيم يعني، في حاجة اسمها الكلورينيتور العادي اللي بنعقم المياه بمادة الكلور، وده بيكون حاجه يدوي بيضاف الى الكلور يدوي يعني. وفي حاجه بتسمى الاوتوماتيك دوزنج بامب، اوتوماتيك دوزنج سيستم، ودي الماده المعقمه بتضاف للمسبح اوتوماتيكيا يعني. ده غير في منظومات تانية للتعقيم بالاوزون او بالسولت كلورينيتور اللي بيسموه التعقيم بالملح يعني. المصداقيه يعني من ساعه ما بدانا عمل في عام 2007 واحنا بنلتزم بالكلام اللي بنقوله من البدايه مع العميل، سواء كان العميل ده شخص مالك للفيلا او شركه مقاولات او استشاري. كل ما أنا يعني نوقع عليه في العقد نلتزم به مع العميل، مصداقيه في مواعيدنا، مصداقيه في تسليمنا، في جوده المنتج اللي بنسلمه. اهم ما يميز شركه المسابح الملكيه هي المصداقيه. في كتير من المشاريع بتجينا معمول ديزاين جاهز ليها من الاستشاري او الديزاينر، لكن احنا كمان عندنا ديزاينر هنا في الشركه بيكون عنده افكار كتيره ورسومات كتيره وديزاينات كتيره لحوض السباحه، بنعرضها على المالك اذا حب ان احنا نعمله الديزاين، وبيختار من ضمن الديزاينات اللي عايزينها دي حوض السباحه المناسب ليه، وبيتم تنفيذه بعد كده يعني. ما فيش حد بيوصل لكامل النجاح، دايما في طموحات بتحقق يعني. هي خطوة خطوناها ومشينا فيها والحمد لله ربنا وفقنا فيها، لكن يظل الكثير من الطموحات لتحقيقها يعني إن شاء الله يعني. بحب من بداية الشركة ان احنا ننتقي الشباب اللي هم قليل الخبرة يعني، اللي يكون لسه خبراتهم قليلة، وبندعمهم احنا بخبراتنا اللي اكتسبناها على مدار السنين اللي فاتت دي. وما شاء الله يعني في ناس معانا بقى لهم بالعشر سنين واثناشر سنة شغالين يعني، لان هم كان بيكونوا دايما لما كنا بنجيب ناس ذو خبرات كبيرة ما بيدعموش الشركة زي ما بيدعمها الشاب اللي هو بيتربى فيها وبيحس ان هي بيته يعني، وبيكبر مع الشركة وبيرتقي كمان هو وبيترقى وراتبه بيعلى وبيزيد يعني، بيستفيد ماديا وبيستفيد بخبرات كمان يعني. تعني لي كرجل اعمال ان بدون امن وامان انا ما اقدرش اشتغل وما اقدرش اعمل بيزنس ما اقدرش ابني وما اقدرش اكون متواجد في السوق. الامن والامان هي بداية لكل نجاح، إذا فقد في أي دولة كل شيء فقد بعدها. وإحنا بننعم ولله الحمد بدولة آمنة في منطقة متوترة، عشان كده الإمارات هي كمان مستقبل جيد لكل رجال الأعمال وكل اللي عايز يعمل بيزنس يعني. ده سبب رئيسي لنعمة الأمن اللي موجودة فيها، بتستقبل كل رؤوس الأموال وكل رجال الأعمال. في البداية نشكر سمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس الدولة حفظه الله ولي عهده، سمو الشيخ محمد بن زايد ونائبه سمو الشيخ محمد بن راشد، قدموا لنا كثيرا في هذه الدولة. أولا أنا كوافد لم أشعر للحظة أني أعيش في بلد مغترب، فهذه بلد الثاني، 15 سنة أكثر من ثلث عمري قضيتهم فيها لم أشعر للحظة واحدة أني مغترب، فهي بلدي يعني. نشكرهم ونتمنى لهم دوام الصحة والعافية على ما قدموه لهذه البلد وعلى ولكل فرد يعيش تحت مظلة دولة الإمارات العربية المتحدة. قدموا الكثير من الأمن والأمان وبيئة خصبة للاستثمار
يستطيع يبدأ فيها شاب في مقتبل العمر، عمل خاص لي، ويوصل لأن يكون رجل أعمال مستثمر استفاد كثيرا من هذه البلد وأفادها الحمد لله رب العالمين. نقول لهم كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، أعاده الله علينا وعليهم باليمن والخير والبركات. أقدم الشكر لعائلتي مبدئيا وزوجتي، كانت داعمة لي داعمة قوية في مسيرتي وساندتني كثيرا يعني. ومعلش مش هقدم الدعم، مش هقدم الشكر لشخص واحد، هقدم الشكر لشخصين يعني. الشخص الثاني كان صديق عمري يعني، المهندس نبيل محمود، هو مدير الشركة هنا وهو بدأ معايا هذا العمل من البداية، و يعني حفر معي في الصخر حتى نصل إلى هذه الدرجة من النجاح الحمد لله رب العالمين يعني.